محمد السادس يضع شرطا أمام نتنياهو لزيارة إسرائيل. وضع الملك محمد السادس شرطا أساسيا لتلبية دعوة بنيامين نتنياهو الرسمية لزيارة إسرائيل، ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن هذا الشرط متعلق بإجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما طالب الملك محمد السادس وفق الصحيفة المذكورة بعقد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال نفس الزيارة. ومن المنتظر أن يقوم دافيد جوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في المغرب بالعمل على الدفع لإجراء الزيارة، وبحسب التقرير فإن العاهل المغربي يرغب في أن يلتقي خلال رحلته هذه برئيس السلطة الفلسطينية.